امسيه جديده من امسيات رمضان اللي تنقضيه معكم، تنتلاقاو معكم كل يوم في هذا اللقاء الرمضاني باش نتحدثوا على مختلف المواضيع المتعلقه بهذا الشهر الكريم. في غالبها تكون متعلقه برمضان، ولكن احيانا ربما تكون في حتى في مواضيع اخرى، مواضيع متعلقه بالجانب الاجتماعي الديني، بحال اللي ناقشنا عدد من المواضيع اللي جات اثناء رمضان، ثارت اثناء رمضان، فكان لابد بالحديث عنها. المهم عندنا فسحه كبيره ومساحه كبيره باش نتكلموا في كل المواضيع اللي بغيتوا اننا نتكلموا فيها. ممكن انكم ايضا ترسلوا لنا الاقتراحات حول المواضيع اللي بغيتوا اننا نتكلموا فيها. الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو تتمة لموضوع الأمس. في البارح تكلمنا على الرخص ديال الصيام، من يرخص له بعدم الصيام، شكون هما الناس اللي يرخص لهم بأنهم ما يصوموش. وبدينا نتحدثوا على المسافر، على المريض. قبل ما ندخلوا في الحديث على موضوع اليوم، اللي بغى يتصل بنا 06-82-01-88-23 اللي عنده شي سؤال، اللي عنده شي تعقيب، اللي عنده شي تدخل، بغيتي تتفق، بغيتي تختلف، مرحبا وألف مرحبا بالاتصالات ديالكم، فقط أنها تكون في حدود الحوار وفي حدود أدب الحوار والاحترام. قلنا أمس بأنه الناس الذين يسمح لهم بالإفطار، أول شيء قلنا المسافر. نعود شوية الدرس ديال البارح لأنه كان مهم جدا، وبغيت مازال ممكن أنه الناس اللي دخلوا معنا اليوم ما كانوش حاضرين معنا البارح. الوصف الأول اللي قلنا أنه الصنف الأول اللي قلنا أنه يباح له الإفطار هما المسافر. أي مسافر، أي مسافر، المهم أنه يكون في سفر، يسافر بالطيارة، يسافر على رجليه، يسافر فوق الجمل، يسافر في الكار، يسافر في أي في التران، في أي حاجة سافر، بما أن هذيك المنطقة اللي مشى ليها تعتبر سفرا. بعض الفقهاء حدوها في 84 كيلومتر فما فوق، وإلا الأصل أنه أي بلاصة اللي تحسب الإنسان تتقال عليه أنه سافر للبلاصة الفلانية فهي تعتبر في حكم السفر. وبالتالي كان مرتاح، ما كانش مرتاح، من حقه أنه يفطر، ولكن من حقه ثاني أنه يصوم، ولا حرج عليه، ما كاين حتى مشكل بالنسبة للشخص المسافر. إن شاء هذا هو اللي عنده الخيار مطلقا، 50% 50%، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ما دام تيشوف أنه ما كاين حتى حرج، ما كاين حتى ضرر فأنه يصوم، وبغى يصوم مع الجماعة وما بغيش يفطر والناس صايمين، لا حرج عليه يصوم وما كاين حتى مشكل. وبغى يفطر من حقه أنه يفطر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية اللي جات في سياق الحديث على رمضان وفي سياق الحديث على الصيام. وبالتالي المسافر حتى ولو كانت ظروف سفره مريحة، السفر كما كان واخا يكون في بيزنس كلاس سيكون قطعة من العذاب. السفر دائما هو قطعة من العذاب، ويحتاج إلى راحة، وإنسان ماشي في بلاده، ماشي في عائلته، بغى من حقه، بغى يفطر من حقه أنه يفطر. دزنا اللي وتكلمنا في الصنف الثاني اللي هو المريض، وهذا الصنف هذا كان تيهمني بشكل كبير وكبير جدا، لأنه ناس كتار معنا اللي مرضى ومرخص لهم الافطار، ومع ذلك تلقاهم تكابروا وتبزوا على راسهم انهم يصوموا. وقسمنا المريض الى عده اقسام، قلنا كاين المريض اللي مريض على المرض بسيط عادي، شويه ديال الراس، ضره شويه راسه، ضره شويه ديال الوجاع، شويه ديال هذا مريض، واحد المرض بسيط، واحد المرض يسير، هذا يصوم بحاله بحال الناس، هذا المرض لا يؤثر ولا يرخص له الافطار. والنوع الثاني من المريض هو هذاك المريض اللي مريض واحد المرض، هو مريض في سخانه، في تبوريشه، شد الوجاع، ولكن هذاك المرض ديالو ما عندوش علاقه بالصيام، لا يؤثر عليه الصيام. مريض واحد المرض اللي الصيام ما تيدير ليه حتى ما تيأثرش عليه مباشره،
ما محتاجش ضروري الاكل والا غادي يضعف المرض ديالو. وقلنا بان هذا يباح له الافطار، مثلا تيشوف بانه فيه لا دياغي وباغي يشرب الماء بزاف، خصو بغى يفطر، من حقه انه يفطر. او ما قادرش مع الصداع مع السخانه طالعه مع داكشي، ما قادرش انه يتحمل السخانه ويتحمل ايضا الصيام، فمن حقه ايضا انه ما يصومش. ولكن لو كابر وقال انا واخا ماشي مشكل السخانه نتحملها من هنا للمغرب ماشي مشكل، وديك الساعه نشرب الماء اللي بغيت وناكل اللي بغيت، من حقه انه يصوم. الا بغى يصوم يصوم، ولكن ليس الافضل له. تنعاود ناكدها هنا في هذه الحاله، هذه الافضل له انه يفطر. وطبعا تنهضروا كما قلت على مرض اللي ما تاثرش عليه الصيام، اللي ما تيضعفوش الصيام، اللي ما تيخليش الصيام ما تيخليش ليه مخلفات في الجسم ديالو او في الصحه ديالو. مرض عارض، مرض عابر، جاتو شي سخانه، جاتو شي نزله قويه، شاف راسه ما قادرش يتحملها مع الصيام، من حقه انه ما يصومش. ولكن لو صام ماشي مشكله ولا شيء عليه. النوع الثالث من المرضى اللي هو المريض مرضا مزمنا يؤثر عليه الصيام. مريض واحد المرض اللي الطبيب تيقول ليه فيه اياك انك تصوم، اياك انك تصوم. الناس اللي عندهم قرحه المعده، الناس بالخصوص اللي عندهم السكري، الناس ديال السكري اياكم والصوم، اياكم والصوم. بل اكثر من هذا، قلت هاد الناس اللي مرض وامراض ليؤثر عليها الصيام ماشي يجوز لهم الفطر، ماشي يرخص لهم الفطر، لا، هما ما داخلينش في الناس الذين يرخص لهم بالفطر، هما ناس يجب عليهم الفطر، واجب عليه انه يفطر. هذا النوع من الناس في حالة لا صام هو آثم بهذاك الصوم، مذنب بهذاك الصوم. تيدير ياك هو تيصوم غير من اجل الاجر، تيصوم باش يدي الاجر مع الله، وراه تيدي الذنب، راه تيدي الاثم. الانسان اللي مريض مرض مزمن واللي تاثر له على صيامه، تاثر له على صحته، تاثر له على كلاويه، تاثر له على البنكرياس ديالو، تاثر له على على على, 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 على النظر والبصر ديالو، ومع ذلك هو مصر انه يصوم. هذا منتحر، هذا تنتحر. الا مشى لا قدر الله وقعت مضاعفات ومات، فهو في حكم المنتحر، بحال شي شخص انتحر. ولهذا تنعاود، الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي والدين، الناس اللي تيسمعونا، الناس الكبار اللي تيسمعونا، اللي عندهم امراض من هذا النوع هذا، وبغاو تكون الذمه ديالهم سليمه تحت مع الله، ما تصوموش، فطروا. ياك نتوما تتصوموا ليش تصوموا؟ شو غرض من الصيام ديالكم؟ ياك الغرض الصيام ديالكم انكم ترضيوا الله، الله تيقول لكم عندك تصوموا، الله تيقول لكم فطروا، الله تيقول لكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله ما باغيش لكم انكم تدهور الحاله الصحيه ديالكم بسبب واحد العباده بغيتوا تاخذوا فيها الاجر معاه. كاين شي حاجه اكثر من هكا؟ كاين اكثر من هكا؟ فلهذا الله يجازيكم بخير، تكلمنا على هذا الشيء في الحلقه ديال البارح، وتنعاودوا ناكدوا عليها اليوم. الانسان اللي مريض مرض مزمن، اللي في عائلته، اللي في والديه، اللي في الناس الاقرب ليه، ناس اللي عندهم امراض مزمنه والطبيب اعطاهم التوصيه بانهم ما يصوموش، ما يصوموش، ما يخليهمش يصوموا، ما يخليهمش يصوموا، يقنعوهم بانه الصيام فيه اهلاك للصحه ديالهم، تيتكرفصوا على راسهم وما تياخذوا لا اجر لا والو، راه لذيذ لا حبل الملوك. تيحسب راسك زعما الا كبرتي وانت مريض وغيكون عندك الاجر مضوبل، لا ما عندك لا اجر لا والو، لا انت كليتي بحال الناس، لا انت صحتك حافظت عليها بحال الناس، لا انت الاجر ديال الصيام ديتيه، بالعكس داي معك كاع الذنوب وداي معك الاسم. ولهذا كما قلت الله يجازيكم بخير، الناس اللي عندهم امراض من مثل هذا النوع ما يصوموش. هذا الشيء كله تكلمنا عليه في الحلقه ديال البارح لما تكلمنا على المريض. ندوزو اليوم الى نوع اخر من الناس اللي يحق لهم الافطار ويرخص لهم في الافطار. من الناس اللي يرخص لهم في الافطار الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، امراه حامله من حقها انها تفطر، يرخص لها انها تفطر. امراه تترضع من حقها انها تفطر، وهذا تضد امر واضح ولا اشكال فيه.
ما تنظنش حتى هو غادي 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 ناخذ فيه وقت كبير، خصوصا اللي بغيت اللي بغيت اللي بغيت اللي بغيت الحامل والمرضع تعرفوا انها لما تتقرر هي واش تصوم ولا تفطر، خصها تعرف ان الامر ما متعلقش بها بوحدها، راه ما متعلقش بها هي راسها واش كابرات وصامت ولا ما كابراتش وصامت، الامر متعلق بهذاك الجنين اللي في البطن ديالها اللي هو مسؤول عليه، ولا ذاك الرضيع اللي هو تيحتاج الحليب ديالها وخصها ترضعو وخصها تكون عندها الحليب بغزاره وخصها تكون عندها القوه وتتمشي تصوم بسبب الصيام تمشي تضيع الحق ديال الجنين ديالها. اذا الحامل والمرضع من الناس اللي خصهم يفطروا، والاولى لهم والافضل لهم انهم ما يكبروش، وان المراه اذا كانت حامل في نهار رمضان غيكولي بصحتك وراحتك، كنتي مرضع ايضا غيكولي بصحتك وراحتك. النقطه المهمه اللي بغيت نناقشها معكم اليوم ماشي هي حكم الصيام ديال الحامل والمرضع. الحامل والمرضع تنظن ان الحكم ديال الصيام ديالهم واضح جدا، وهو انه يرخص لهم الافطار، وانهم خصهم يقويوا راسهم، انهم خصهم يقويوا الحمل ديالهم، انهم خص المراه اللي تترضع الحليب تكون غزيره الحليب باش تطعم هذاك الدري، وبالتالي تحتاج الى المقويات، تحتاج الى الاكل، وبالتالي لا حرج عليها في انها تفطر. ماشي هو هذا الحكم اللي بغيت نتكلم عليه. الحكم اللي بغيت نتكلم عليه هو ها هي الحامل فطرات، ها هي الحامل المرضع فطرات، شنو الحكم بعد ذلك؟ شنو القضاء انها تقضي هذيك الايام اللي فطرات؟ شويه القضيه صعيبه. علاش شويه القضيه صعيبه؟ لاننا لما تنتكلموا على الحامل والمرضع تنتكلموا على شهر كامل، بل ما تنتكلموش على شهر كامل، بل تنتكلموا على شهور. علاش؟ لان المراه غادي تحمل هذه السنه 9 شهور او مشى او رمضان، هاي ترتبات عليها 30 يوم، تيجي رمضان اللي موراه تتكون مازال تترضع، ها هو تزاد عليها رمضان اخر، تيجي رمضان اللي موراه تتكون مازال تترضع، ها هو تزاد عليها رمضان اخر، هاي ولات في ثلاثه ديال رمضانات، وغير رمضان واحد وراه كثير، 30 يوم ديال القضاء. لما تنقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، 3 ايام 4 ايام 5 ايام هو مريض، 6 ايام هو مريض، ماشي مشكل، ولكن هذه راه 30 يوم، راه 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 هذاك المريض اللي تكلمنا عليه البارح اللي هو ما غاديش يصوم مثلا، اللي عنده مرض السكري راه ما غاديش نبقاو نتسناوه امتى غادي يقضي هذوك الايام، راه تيخرج تيطعم على كل يوم مسكين وانتهى الموضوع وصافي، ما بقاش عليه، ما بقاش هو اصلا مرتبط بالصيام، ما عمره غيصوم وما عمره غيقضي. اذا هذاك تيبقى يفدي عن كل يوم مسكينا. ايوا الحامل والمرضع نقول لها قضي 30 يوم 60 يوم 90 يوم احيانا، بل انا تنعرف واحد الحاله، هذا ماشي زعما غير خيال، دي حاله حقيقيه ديال مراه كانت حامل وفتره رمضان ما قدرتش تصوم فتره رمضان كامل، جا رمضان اللي موراه لقاها تترضع، جا رمضان اللي موراه لقاها تترضع، جا رمضان اللي موراه لقاها حامل من جديد، لانها كانت دازت شي سنتين ولا سنتين ونصف عاوتاني حملات بوليد جديد، وغتبدا عاوتاني ها هي حامل في مرضع في مرضع، احنا في واحد الدوره ديال 3 شهور وحده اخرى. صدق صدق عندها 6 ديال رمضانات متتابعه، 6 ديال رمضانات متتابعه، شنو نقولوا لها؟ قضي 6 180 يوم ديال القضاء، ما يمكنش ما يمكنش، ما غاديش تستطع. واكثر من ذلك اكثر من ذلك، ان بزاف ديال الفقهاء اللي تيفتيو في هذا الشيء تيقولوا للناس انها الا مشات حتى ما خرجاتش في هذاك رمضان وجا عليها رمضان اخر خصها تقضي وتفدي. نشوف هذا الاتصال ونرجعوا لهذه النقطه مهمه جدا. اهلا وسهلا، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟ الاسم والمدينه؟ الدار البيضاء. وشنو الاسم الكريم؟ خديجه. اهلا لاله خديجه، مرحبا خديجه من الدار البيضاء، اهلا وسهلا، مرحبا، تفضلي. قريت سميتو كتهضر على الحامل وعلى المرضع اللي ولدت في رمضان.
نعم مالها؟ نقدر نرجع بحال دابا هاد الصيام كيفاش نخرج عليه فديه ولا؟ هادشي اللي لقيتيني، مرحبا لاله خديجه. ها انت دابا غادي تقطعي وغادي تسمعي معنا البرنامج. هذا السؤال ديالك هو اللي لقيتيني تنجاوب عليه، شنو غدير؟ شكرا على لان جاني غير باش قبل ما تقطعي. علاش؟ لان صعيب على المراه حامل ولا المراه المرضع انها تبقى تقضي داك الشيء كامل، تيتكاثر عليها، تيولي عليها شهر من بعد شهر. فبالتالي ها انت سمعي معنا وغادي نتكلموا على الجواب. شكرا شكرا ان شاء الله. حيت انا ولدت النهار الاول ديال رمضان، انا ولدت النهار الاول ديال رمضان. اييه هاد العام؟ هاد العام هذا. مبروك عليك الولاده ان شاء الله. شكرا الله يحفظك. تقومي بالصحه والسلامه، والله يسخر لك في الوليد ولا البنيته اللي ولدتي. امين امين. الله يحفظك. شكرا بارك شكرا الله فيك خديجه. انا غادي نجاوبك دابا على السؤال ديالك. مرحبا ان شاء الله يا رب. مرحبا. دابا هي السيده ولدات ونبهتني حتى هي لواحد النقطه، اللي هو احيانا انه تيكون داكشي فوق النفاس. ها هي ولدات في الاول ديال شهر رمضان، يعني ان الشهر كله ما غاديش تصومو. وكما قلت راه الحمل تنتكلموا على الشهر كله، وموراه يمكن الرضاع تيجي عامين وهي تترضع الا كملات الحولين ديالها. وكما قلت احيانا ممكن انها تحمل عاوتاني من جديد. والنقطة اللي كنت تتكلم عليها قبل ما تصل للا خديجة هي انه بعض الفقهاء تيفتيو الناس، تيقولوا لهم بانه الا مشيتي تما قضيتيش في هذاك رمضان ودخل عليك رمضان اخر وانت باقي عليك الدين حتى يخرج رمضان وتقضي حتى ذاك الدين القديم وتفدي، ترتبوا حتى تولي هي ملزمه باش تقضي داك الشيء كله وتفدي عليه من الفوق. وصراحه انا رايي الشخصي ان هذا تشديد ما انزل الله به من سلطان، هذا تشديد على الناس غير موجود في الدين، هذه غير اجتهادات فقهيه ديال بعض الفقهاء اللي تشدوا بها على الناس. ما يمكنش انك انت لان اما هي غتصوم اما غتفدي، ما يمكنش ترتب عليها جوج حوايج. ما يمكنش تقول لها تصومي وفي نفس الوقت تفدي. علاش؟ إذا كان القضاء راها تقضي، إذا كان الفدية راها فدات، أما ترتبهم بجوج وتجمعهم بجوج ما يمكنش. ثم في الحالة اللي حنا تنتكلموا فيها دابا اللي هي ديال الرضاع وديال الحامل، ديال المرضع وديال الحامل، هاد المرأة ما عندهاش الوقت إمتى تقضي. وكثير عليها هذاك الشيء في انها تقضي. واش تقضي 30 يوم 60 يوم 90 يوم كامله تقضيها ويجيها رمضان اخر وهي حامل وتلقى راسها داك الشيء، ولا رمضان تيتلتلو عليها رمضان مورا رمضان مورا رمضان. اذا شنو الحل؟ الحل موجود حتى هو عند الفقهاء. الحل موجود عند الفقهاء وتكلموا عليه، وهو اللي تيبان لي ايسر، وهو اللي تيبان لي متناسب مع هذا الوضع ديال المريض ديال 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 الحامل والمرضع اللي ماشي هو وضع المريض. ما تحاولوش ديروا الحامل والمرضع في وضع المريض اللي فيه فعدة من أيام أخرى، لا هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة. ولذلك حتى الصحابة لما تكلموا على الحامل والمرضع تكلموا عليهم في سياق الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، وقال لك كذلك الحامل والمرضع. الحامل والمرضع ما دخلوهمش في الخانة ديال ذاك المريض مرض عابر وغادي يقضي ذاك الايام اللي كان مريض فيها. دخلوهم في الناس الكبار اللي ما بقاوش يقدروا يصوموا، دخلوهم في الناس اللي مرض امراضا مزمنه اللي ما عمرهم غادي يصوموا، دخلوا معاهم الحامل والمرضع. وبالتالي شنو هو الحكم ديالهم؟ الحكم ديالهم الاطعام والفديه فقط. وانا تتحمل مسؤوليتي في هذا القول. الحامل والمرضع لا قضاء عليهما. ما عندهم ما يقضيو. عارفة راسها حاملة، يلاه ولدات، خرجات من الولادة وفي النفاس وفي حالة الإرضاع حتى بعد النفاس. الحكم اللي ممكن أنها تلتزم به هي أنها تطعم عن كل يوم مسكينا، كل نهار تطعم عليه مسكين، تتخرج واحد مقدار ديال الإفطار واحد الصائم، داك الفطور البسيط 12 درهم 13 درهم كافية جدا. تخرج واحد 12 درهم ولا 13، من 10 حتى ل 13 درهم، ما بين 10 حتى ل 13 درهم
تقدر تجمعهم، تقدر تجمعهم فلوس، ماشي الشرط لما تنقولوا انها في الفديه تخرج على كل نهار تطعم عن كل نهار مسكين، ماشي ضروري انها تمشي تقلب كل فطور على شي واحد تهبط له الصينيه. الا كان مزيانه، الا كانت هذه القضيه عارفه واحد السيد ساكن بوحده، ولا واحد السيد مسكين واحد الحارس ديال العماره، ولا واحد العساس في الدرب، ولا واحد السيد معروف تيجلس تما حدا تيجلس تما في الدرب وتيحتاج افطار كل يوم، ما فيها باس كل نهار تصاوب له الفطور وتخرجه وتحسب هذيك هي الفديه. وهانتي هانيه ذمتك بريئه من هذاك الصيام. ما كانوش هاد الناس، ما لقيتي حتى واحد ممكن انك تخرجيها فلوس. بغيتي كل نهار تحيدي عليك هذاك النهار وتمشي تخرجي الفلوس ديال داك النهار، كل نهار عطي هذيك البركه لشي واحد. ما بغيتيش انها تعطيها مفرقه وبالك بانه واحد السيد تتعرفه محتاج، تتعرفيه محتاج ولا تتعرفيه فقير، بغيتي تجمعي له هذوك الفلوس كاملين واحد 13 درهم ولا واحد 12 درهم، ضربيها في 30، ضربيها في 30 تعطيك شي، تعطيك قرابه 350 درهم وتعطيها له صحيحه باش ينتفع بها، يمكن يبغي يعيد بها، يمكن يدخل بها الفرحه على وليداته، جائز ولا حرج. كلشي جائز، كلشي هادشي جائز، لان خاصنا نكونوا ميسرين. ما حنا ما هاد العبادات ما دارش باش تشدد على الناس حياتهم، باش ما يلقاوش حلول للاشكاليات ديالهم، بالعكس فيها بزاف ديال التيسير، فيها بزاف ديال الترخيص. وتنظر الامر واضح دابا، قلت بانه نعاود بانه الحامل والمرضع لا حرج عليهما في الافطار. اولا اول حاجه اللي حامل ولا مرضع غير تفطر غير بالصحه والراحه. طبعا اللي في النفاس ما نتكلموش عليها، هذيك راها فتره فتره، ولكن حنا تنتكلموا على في غير النفاس، المراه الحامل والمراه المرضع في غير النفاس. هاد المرأة المرضع وهاد المرأة الحامل من حقهم بل أفضل ليهم، لأن عندهم واحد الحق متعلق بشخص آخر ماشي غير بهم هما، فمن حقهم أنهم يفطروا ويرخص لهم في الإفطار ولا حرج عليهم، ولا حرج عليهم في الإفطار. والمهم في هاد الحديث ديالنا اليوم هو شنو الحكم ديالهم من بعد ما يفطروا، شنو غيديروا؟ يمكن غادي تلقاو بزاف ديال الفقهاء تيقولوا بان خصها تقضي وخصها تسنى حتى يمكن لها انها ترد هذيك الايام وانها تردهم. انا تنقول هذا قول فيه بزاف ديال التشدد، فيه بزاف ديال التعسير على المراه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يمكنش ان امراه تجمعوا عليها عدد من رمضانات او تجمع عليها ايام كثيره ديال الصيام وتوالت عليها سنه من بعد سنه، كل عام تتلقى راسها يا في الحمل يا في النفاس يا في الرضاع يا حملات من جديد. ما يمكنش انك تبقى تقول لها كل سنه خصك تردي داك الشيء كله. اذا شنو الحل؟ الحل هو انها من النهار الاول، من النهار اللي فطرات، تطعم عن كل يوم مسكينا، كل نهار تتخرج عليه تتخرج عليه مسكين وصافي، انتهى الموضوع ولا حرج عليها في ذلك. ونتمنوا من الله عز وجل انه يتقبل منها الصيام ديالها، ونتمنوا منها انها هي يدوز الحمل ديالها بخير وعلى خير، ويدوز الوضع ديالها في صحه وامن وسلام، وتدوز المده ديال الارضاع ديالها وهي بكامل قوتها وهي بكامل صحتها، وتسترجع الصحه ديالها من بعد المتاعب اللي تتكون تعرضت لها في الحمل، ومن بعد المتاعب اللي تتكون تعرضت لها في الولاده. هذا الشيء اللي نتمنوا لها، وما بغيناهاش كما قلت، ما بغيناهاش انها تصوم. هذا هو الموضوع اللي باغي نتكلم عليه اليوم. اللي عنده شي تساؤل حول هذا الموضوع، او عنده شي استفسار حول هذا الموضوع، او عنده شي تعقيب حول هذا الموضوع، يمكن انه يتصل بنا في الرقم اللي موجود قبل موجود خلف تحت الشاشه عفوا، اللي هو 06 82 01 88 23، 06 82 01 88 23، اللي عنده اي تعقيب او تدخل او سؤال في هذا الموضوع. النقطة اللي بغيت نختم بها قبل ما نختموا البرنامج او نستقبلوا الى كانوا شي اتصالات معنا، النقطة اللي بغيت نتكلم عليها هو انه ما تظنش، تكلمت عليها البارح وتنعاود ناكدها اليوم،
ما تظنش ان الله سبحانه وتعالى راه تيبغيك انك تكابر وتصوم رغم ان عندك العذر ديال الافطار. بزاف ديال الناس عندهم التصور تيقول لا وانا غادي نكابر وغادي ندير وربي عاد غادي يعظم لي الاجر لانني تعبت وكابرت وتحملت. ابدا، ربي عز وجل ما تيعطيك شي رخصه تي بالعكس الاحب ليه هو انك دير هذيك الرخصه. اللي عندك فيه الاجر بزاف هو انك دير هذيك الرخصه. اللي عندك فيه الثواب اكثر هو انك تمتثل لهذيك الرخصه. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ناخذ هذا المتصل اللي اتصل بنا دابا، واضح انه اتصل من فرنسا وتقطع له الخط، ممكن انه يعاود الاتصال بنا مره اخرى اذا ما شدش ليه الخط، يعاود يحاول مره اخرى. اهلا وسهلا بالتفاعلات ديالكم بالتعقيبات ديالكم. فقلت بانه بالعكس الله عز وجل يبغي انك تلتزم بهذيك الرخصه، ماشي انك تمشي تصوم وتعذب راسك وتكرفس على الصحه ديالك وتكرفس على الاعضاء ديال الجسم ديالك وانت تيبان لك انك زعما راه الاجر ديالك غادي يكون كبير. لا بالعكس، كما قلنا في قضيه المريض خصوصا الناس وتنسين ناكد عليها مره اخرى لانها بالنسبه لي موضوع مهم ومهم جدا، هو الناس اللي عندهم مشاكل صحيه كبيره يفطروا. واجب عليهم الافطار. انا تنقولها لك هكا، اي شخص مشى عند الطبيب وقال له الطبيب واياك تصوم، ما من حقكش انك تصوم نهائيا، لانك الا صمتي تهلك نفسك وتزيد ضاعف من المرض ديالك. هذا الصوم ديالو حرام 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 انه يصوم. لو صام فهو آثم، لو صام فهو مذنب. لذلك الله يجزيكم بخير، الناس اللي عندها اعذار مبيحه للفطر ما ترددش في انها تستعمل هذه الرخصه. هذه ما حلفش شي ناس تيجيهم بانه الا مشى تستعمل هذه الرخصه بحال شي حاجه ناقصه، تيجي بحال زعما ما دارش شي حاجه، بحال تأنب ضميره بينه وبين الله. وانا راه تنقول لك العكس، راه الا مشيتي صمتي وانت عندك مرض مزمن هو اللي خص يأنبك ضميرك، لان الله اعلم شحال ترتب عليك ديال الاسم، والله اعلم شحال ترتب عليك ديال الذنب بسبب انك اصريتي على انك تصوم رغم ان الله عز وجل اباح لك الفطر ورخص لك في الفطر. تنظن ان الرساله كانت واضحه جدا، الكلام واضح جدا. التزموا بالرخص، ترخصوا بالرخص. اللي عطي الله شي رخصه ما يترددش وما يحشمش في انه يستعملها. وبالصحة والراحة مسبقا، دمتم بخير وإلى اللقاء.